مع تعمق الفجوة بين الميداني ومائدة التفاوض التي أخفقت في محاولات عربية وإقليمية لإخماد نيران العنف الإسرائيلي على قطاع غزة. مع هذا فإن اللاعبين الدوليين وتحديداً أمريكا التي أعلنت تحريك حاملة طائرات إلى موقع أقرب في الشرق الأوسط في سياق الدعم لإسرائيل باتت بمثابة شرارة غضب تصاعدت أصداؤه في المنطقة والعالم، سيما إيران التي هددت بإرسال مقاتلين إيرانيين من سوريا لمهاجمة شمال وشرق إسرائيل في حال تعرضت طهران لهجوم بضربات صاروخية لأذرعها في المنطقة. أما القتلى الأمريكيون الذين سقطوا في الداخل الإسرائيلي فتلك حادثة قرئت في غزة بلسان الفصائل على أنها محاولة تقليب الرأي العام الأمريكي على المقاومة الفلسطينية من جهة، ومحاولة إحداث تأييد رسمي لنتنياهو في التمادي بالقصف والانتهاكات ضد الأبرياء الذين سقطوا بالمئات. أدوار الوساطة العربية التي تقودها مصر وقطر تسير على قدم وساق، إلا أن تصعيدا في المنطقة آخذ بإحداث نوع من توتر في علاقات دولية عربية بحسب محللين تدعمه حالة الغضب الإسرائيلي الذي توعد من خلاله نتنياهو بتغيير الشرق الأوسط، وهو ما قرئ بحسب مراقبين إلى أن انفجار الأوضاع سيؤدي إلى دخول لاعبين في المعادلة الفلسطينية الإسرائيلية لن يحمد عقباها في حال لم تتخذ مواقف عاجلة لإيقاف شلال الدم في قطاع غزة. Thank you.